المباراة تاريخية بين المنتخب المصري والمنتخب السعودي في كأس العالم 2018، كنت وقتها المدير الفني للمنتخب السعودي. كيف كانت هذه المواجهة وكيف تتذكر هذه المواجهة؟ نعم، في تلك الفترة بالنسبة لمنتخب السعودية كانت فترة مهمة وكانت مباراة مهمة جدا. منتخب مصر كانت مع مدرب كبير في تلك اللحظة، يتحدث عن هيكتور كوبا. كانوا وصلوا لأفضل مستوى ويقدمون أفضل مستويات في تلك الفترة، يمتلكون لاعبين يلعبون في أكبر الدوريات مثل محمد صلاح والنني، يلعبون كرة قدم مختلفة عن كرة قدم في مصر، وكان المستوى بالنسبة لمنتخب مصر كبير، ولهذا كانت المباراة كبيرة ومهمة بالنسبة لمنتخب السعودية. قدمنا مباراة كبيرة، كانت مباراة متكافئة، واستطعنا في النهاية بهدف في النهاية أن نستطيع أن نحسم ونفوز بمباراة في مونديال بالنسبة للسعودية، وهذا الأمر ليس معتاد، لم يكن معتادا في تلك الفترة، وبالنسبة لنا كان انتصارا مهما.